قال دوستويفسكي بحزن: إن لابس الأقنعة قد كثروا في زماننا هذا، حتى أصبح من العسير أن تتعرف إلى شخص خلف القناع. وأضاف كافكا بنبرة مثقلة: أما أنا فقد خجلت من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجهي الحقيقي. ليعلق نيتشه بحدته المعتادة: أقول لك إن الغالبية يتظاهرون بأدوار غير حقيقية، ويقومون بتمثيل مشاعر وأفكار لا تعكس حقيقتهم. هؤلاء الممثلون الرديئون لا يجيدون حتى التمثيل بشكل جيد، مما يجعل زيفهم واضحا للآخرين. وبابتسامة ساخرة عاد دوستويفسكي ليقول: نفاق قديم وجمل مهترئة، معروفة هذه الجمل وهذه الحركات، لا تخدعني هذه التحيات الرسمية، قبلة على الشفتين وطعنة في القلب. وأكمل نزار قباني: يتحدثون في ظهري ويبتسمون في وجهي، ولكن كرما مني سأعذرهم، لأن النفاق مرض وليس على المريض حرج. لينهي نيتش الحوار قائلا: متنكرا أود أن أجلس أنا أيضا بينكم كي لا أتعرف عليكم وعلى نفسي، هذه هي حيلة البشرية الأخيرة.